إلينا من تونس مراسل تلفزيون دولة الكويت ناجح الميساوي. ناجح، صباح الخير، كيف تبدو معطيات انعقاد أول جلسة للبرلمان الجديد؟ صباح الخير. أول جلسة للبرلمان التونسي الجديد بعد أن تم تجميد أعمال البرلمان السابق وكذلك حل البرلمان وفق مرسوم رئاسي. جرت هذه الجلسة في ظروف عادية، تم خلالها القيام بإجراءات اختيار رئيس مجلس نواب الشعب الجديد وذلك وفق نظام التصويت. وقد أفرزت الجلسة العامة الافتتاحية انتخاب إبراهيم بودربالة رئيسا لمجلس نواب الشعب ب 81 صوتا بطبيعة الحال من مجموع 154. كما تم انتخاب أنور المرزوقي كنائب أول وسوسن المبروك كنائبة ثانية لرئيس مجلس نواب الشعب. أيضا هذه الجلسة شهدت تشكيل لجنة النظام الداخلي التي تضم 31 نائبا ممن قدموا ترشحاتهم لنيل عضوية هذه اللجنة، وستتولى تنظيم عملها في غضون أسبوعين حسب رئيس مجلس نواب الشعب الجديد. إذا تمت المصادقة بالإجماع على تركيبة هذه اللجنة التي من مهامها تحديد سير عمل البرلمان وكذلك علاقته بمؤسسة رئاسة الجمهورية وبمؤسسة رئاسة الحكومة وأيضا بالمجتمع المدني. في أول تصريح له الرئيس الجديد لمجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة قال إن من أولويات المجلس هو ترتيب البيت الداخلي للبرلمان وكذلك القيام بمهامه على أحسن وجه. وهناك مسألة طرحت بقوة هي مسألة الكتل البرلمانية التي قال عدد كبير من النواب إنها أساسية ولازمة لسير عمل البرلمان، خاصة وأن الدستور التونسي الجديد الصادر في أوت 22 و2000 أقر هذه الكتل البرلمانية، في حين البعض الآخر يعارض مثل هذه الكتل لأن السرقة كانت سيئة. ناجح، ربما تكون هناك ترتيبات جديدة، لا سيما أن جلسة البرلمان الجديد تعقد في ظل عدم انتخاب 7 أعضاء. ما هي الترتيبات المتعلقة باستكمال هذا الجانب ناجح؟ بالفعل كما تفضلت هذه الجلسة دارت منقوصة من 7 نواب، وهؤلاء النواب يعني صرحت لجنة الانتخابات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بعدم جواز يعني حصولهم على صفة النائب، نظرا لأن هناك العديد من الإخلالات التي شابت مسألة ترشحهم وكذلك يعني سير العملية الخاصة بالحملة الانتخابية، إضافة إلى النواب الذين هم في الخارج. بطبيعة الحال هناك بعض الدوائر التي لا يتوفر فيها النصاب الكامل للحصول على من دولة الكويت نواب الشعب. نعم، ناجح المساوي مراسل تلفزيون دولة الكويت من تونس، شكرا جزيلا لك.